على نية لبنان والأردن، أحيت كنيسة مار شربل المارونية بعمان قداساً إلهياً ترأسه الخوري جوزيف سويد كاهن الرعية، بحضور معالي الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية، ومعالي المهندس سامي هلسة وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية. وأشار الأب السويد في عظة القداس إلى أن الصلاة ستكون على نية أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الأردن ولبنان وقادتهما وشعبيهما من كل سوء، وكذلك على نية الموجودين والمصابين من وباء كورونا، داعيا لهم بالشفاء العاجل لأن يعودوا لمواصلة صلواتهم في كنيستهم. يوحنا، أنا بدي أقول لكم إخوتي، هدي يسوع أجمل هدية، حبتين من العنقود اللي بدي سميهم الرسل 12. إذا شي مرة سألوكم مين أول تلميذين بإنجيل يوحنا، كانوا هدية يوحنا المعمدان ليسوع أول حبتين من العنقود، كانوا يوحنا الحبيب اللي حبه كتير يسوع، وكان يتكي راسه على صدر يسوع تيسمع دقات قلبه، وأندراوس. أندراوس خي سمعان بطرس، اللي منعرف بالنص إنه من بعد ما قضى ليلة مع يسوع، ويمكن كانت أجمل ليلة بقضيها أندراوس مع يسوع، تاني يوم بيروح عند خيه سمعان وبيقول له لقينا المسيح، مشيحة، اللي سمعين عنه، اللي انحكى عنه، اللي ناطرينه، لقيناه. مشان هيك حتى سمعان بطرس بيقول اجا، ولمن حدق يسوع، حلوة كلمة حدق، مش اطلع عادي، مش نظر إليه يسوع وأحبه، حدق مثل كأنه يسوع قري مش بس عيون بطرس وطيبتن وشو ممكن يكون يلعب دور بطرس بتاريخ الخلاص، إنما قري شو في بقلبه. مرات الحبيب بيطلع بعيون حبيبته وبيقول لها عم بقرأ شو في بقلبك، في لزوم خبرك؟ ما في لزوم تقلي، انت قريتني. العيون بتفضح اخوتي، لمن حدق يسوع بعيون بطرس عرف شو هو بطرس.